خلينا نتحول بقى لموضوع تاني، وقدرات البنات اللي كل شوية بتتطور ومفيش حاجة بتقدر تقف قدامها، حتى لو كان تسلق الجبال. تسلق الجبال رياضة مختلفة وصعبة وبتحتاج مجهود كبير وصبر وتحدي، وده كله موجود في البنات المصريين. يمكن اللي في مصر خاضوا تجربة تسلق الجبال مش كتير، لكن ضيفتنا قدرت تتحدى وتخوض التجربة وتتسلق جبال أوروبا، ودلوقتي بتحضر نفسها من خلال تدريبات بجبال سان كاترين إنها تحقق حلمها وإنها تقدر تتسلق قمة أفرست. لسه الحلم مكمل مع ضيفتنا نورهان الرفاعي، أول مصرية تتسلق أعلى قمم أوروبا. يا نورهان، إيه الشطارة دي يا نورهان؟ صباح الخير، ازيك يا منى؟ صباح الفل عليكي. فكرة صباح الخير. بقى تسلق الجبال، وفكرة ان انتي مش فارقة معاكي بقى مرة تروحي كاترين في وسط العاصفة الثلجية، مرة هوا يطيرك، ايه القصة؟ هي القصة بدأت ان انا بقالي مثلا من 2009، بقالي 13 سنة بتسلق جبال. وطبعا بدأت في سانت كاترين، كنت مسافرة وما اعرفش ايه سانت كاترين بصراحة، كنت رايحة مع اصحابي وبعدين حبيت بقى الطبيعة وحبيت الهايكنج وحبيت ان انا ابات وسط الجبال، ومن ساعتها وانا على طول في رحلات الهايكنج. يعني يا جبل ما يهدك ريح زي ما بيقولوا كده يا نورهان، لكن الفكرة اللي انت عشان تتسلقي الجبال محتاجة مهارات، ألعاب قوة، محتاجة لياقة بدنية عالية. إزاي بتتأهلي لده؟ يعني فكرة اللي أنت بتشتغلي على نفسك، ولا إيه اللي بتستعدي له علشان خاطر تتسلقي قمة من قمم الجبال تحديدا العالية يعني؟ بص، أنا طول عمري شخصي رياضي من وأنا صغيرة، فعلشان كده أول مرة لما سافرت كان بالنسبة لي الموضوع مش مرهق قوي، إن أنا أوريدي عندي باك جراوند في الرياضة، فأنا أوريدي بنزل وبجري وبمشي وبعمل حاجات تانية كتير. وهنا في الهايك في مصر طبعا محتاج تمرين وكل حاجه، بس التمرين برضو هنا غير تمرين بره. انا لما بسافر بقى بره بيبقى تمرين مختلف اكتر شويه. يعني ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انا في مصر زي ما تقول انا حفظت الجبال وتعودت عليها، وهو الهايك انت بتمشي وبتبات في حتات وبعد كده بتكمل، فالموضوع يعني بالنسبه لي انا عشان اتعودت عليه فبقى اسهل شويه. بقيت نوعا ما حافظه الجبال، بقيت عارفه الروت اللي انا بمشي فيه. وبالنسبه لي علشان انا على طول بلعب رياضه، فبالنسبه لي خلاص انا مكمله في الرياضه. نعم. بره طبعا علشان خوف السفر وخوف الجبل الاعلى وخوف السعه اللي هي مش عندنا، فالثلج وكده، فبكتر في التمرين شويه طبعا اكيد. لما بنيجي نسافر سفرية عادية كده بيبقى لنا تجهيزات احنا البنات مختلفة كده لشنطة السفر يا نورهان، لكن لما بنيجي نتسلق جبال، مش عارفة اقول لك احنا البنات لان احنا ما بنتسلقش جبال عادة يعني، بس انت لما بتيجي تتسلقي الجبال اكيد بيبقى عندك تجهيزات كده معينة. قولي لي بقى وانت بتتحركي وبتجهزي رحلتك، احكي لي بقى ايه اللي بيبقى موجود معاكي. لا انا ما بيبقاش في حاجات معينه والله معايا، انا طول عمري يعني لايت ترافلر، بسافر بحاجات قليله، الحاجات اللي بستخدمها بس، بقلل حاجتي الحاجات المهمه. انا عايزه بقى اعرف الحاجات اللي بتستخدميها بس في تسلق الجبال. هو حاجه مش كومن خالص، حاجه مش منتشره خالص، فعايزه اتخيل معاكي كده الشنطه فيها ايه. لا هنا في مصر ما فيش لبس الهايك، بنطلون هايكنج والتيشيرتات الدراي فيت، لو في ساعة شويه يبقى معايا فليس، يبقى معايا جاكيت معين مع ايس كاب، الجلافز الجوانتي، جزمه الهايكنج، شرابات معينه، القربه بتاعت الميه، الازايز بتاعت الميه المخصصه للسقعه علشان تحفظ، بس يعني لو عايزه درجه حراره معينه الميه يعني. نورهان انا عندي سؤال كده واجابته في نص دقيقه ارجوكي، امتى فشلتي وقررتي ان انت الفشل ده يبقى تحدي بالنسبه لك؟ امتى فشلت وانا مش بسميها فشل. يعني اي تجربه انا دخلتها وما عرفتش اكملها انا مش بسميها فشل خالص، انا بسميها تجربه. نعم. ان الواحد مش هيعرف يبقى بينجح طول عمره كده كل حاجه، فدي تجارب. انا يعني عادي ممكن ادخل يعني ممكن احاول اطلع جبل وما اعرفش اكمله،
فمش بسميها فشل، بقول لا انا كده خدت الاجابه. انا عاجبني اللي عندك في القاموس، ما فيش حاجه اسمها فشل. نورهان رفاعي اول مصريه بتتسلق اعلى قمم، يعني بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وكل التوفيق في يعني انت تسلقتي قمم في اوروبا، وكل التوفيق طبعا لتسلقك قمه جبال سانت كاترين، اعتقد هي الخطوه الجايه ليها. هي بتتدرب دلوقتي في سانت كاترين، وان شاء الله نستضيفك معنا في الاستوديو لما تتسلقي ويبقى عندك ريكورد كمان في ايفرست. شكرا ليكي، نورتينا يا نورهان، انبسطنا جدا بوجودك معنا.